السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم موجة مصر من معرض حسن الزيتون لتجارة السيارات. النهارده بالشرف ان احنا بنسلم حتة من الممنوعات، فعلا عربية كسر زيرو هتلف كتير في الجمهورية مش هتلاقي زيها. اخواتنا وحبايبنا اللي شرفونا اللي هتعرف عليهم دلوقتي، نتعرف عليك يا باشا. انا مجدم فايم يا فندم. حبيبي يا باشا، حبيبي عم فايم. اهلا بك يا فندم. من حلوان. احسن ناس يا باشا. اول حاجه شرفتنا هنا في معرض حسن الزيتون. ربنا يخليك، انا اللي شرفت حبيبي. انا شرفت، ربنا يخليك. انت عرفت ليه المعرض؟ عن طريق ايه؟ عن طريق حد من العربيه ولا النت ولا واحد إيه؟ واحد صاحبي خد منكم عربيه قبل كده وهو اللي جه عرفني على المعرض، وبصراحه معرض كويس جدا وخدمه ممتازه. الله يباركك يا سعاده. ربنا يخليك حبيبي. اتفرجت انت على العربيات هنا كتير؟ عربيات على العربيه دي حته من الممنوعات فعلا. الله اكبر عليها، عربيه يعني ربنا يستر عليك الاول. اللهم امين يا حبيبي. امين. الناس اللي هتشوفك على النت تقول لهم عن معرض حسن الزيتون. أو والله لو انت عايز عربيه تعالى المعرض ده، خدمه ممتازه وخدمه جميله جدا والله، وناس كويسه جدا يعني. دفعت فلوسك بفضل الله السلام عربيتك وتتكل على الله دلوقتي، ان شاء الله. حد اثر معاك؟ لا ولا اي ولا اي حاجه. اتعامل معانا فوق الصح والله. ربنا يخليك، ربنا يديك خير. ربنا يخليك يا حبيبي. تعرف برضه على اخونا اللي معانا اخوك ايمن. صح حبيبي عم ايمن. اول حاجه عم ايمن شرفنا في معرض حسن الزيتون. عم ايمن ربنا يخليك يا حبيبي. ايه رايك في المعامله في المعرض؟ لا بصراحه ناس 10 على 10 والله. الله يباركك. حد اثر معاك حاجه ولا اي حاجه؟ العربيات بقى اللي موجوده في حسن الزيتون حاجه 10 على 10، حاجه فخامه يعني. الله يبارك لك. انت خلي. اخترت العربيه دي 19، انت كان قدامك تختار 22 بنفسي، بس انت قلت لا هي دي يعني. هي دي العربيه دي بفضل الله حته من الممنوعات مش هتلاقي زيها في الجمهوريه. بصراحه ما لقيتهاش غير في المعرض ده عندي. الله يبارك لك يا سعاده الباشا. الناس اللي هتشوفك على النت تقول لهم يعني المعامله هنا، قول لهم يعني كفايه اسم المعرض بس. الله يبارك لك يا باشا. الله يبارك لك. الف مبروك يا سعاده الباشا. الله يبارك. الف مبروك يا مدير. ماشي يا باشا.